انا يا جماعه واقع في شبهه حكم بغير الله، ونسال الله يردني من الشبهه دي. اليوم نحن لازم نعمل، نمشي نهاجر ونمشي نكون دوله برانا ونمشي نعمل جهاد في سبيل الله ونمشي نعمل فتوحات. انا كنت عايش في الامارات، في الخمر حلال بهناك على فكره، الناس بيشربوا عادي وعادي من هناك. هذا شنو يا جماعه؟ داسع ما شرك. انت الامارات دي لما كنت فيها وما طبقوا الشريعه، حكام ذي الكفار، وانت اذا عاملت بقوانين لحد السفر سافرت بقوانينه، انت ما جيت بترلا من هناك، جيت بقوانين ولا ما جيت بقوانين؟ جيت بقوانين، يبقى انت حكمت قوانين الكفار، يبقى انت كافر زيهم، صح ولا ما صح؟ انت لو كافر زيهم انت عن اسلامك هسه، ولو مسلم تعال نشوف انت قعدت في دوله الكفار كيف وهم مسلمين وهم كفار وكذا. انا داير اسالك هسه سؤال واضح بالراحه كده، الناس دي الكفار ولا مسلمين؟ حكام ديل باعيان فلان وفلان وفلان، كفار ولا مسلمين؟ والدولة اللي انت كنت قاعد فيها ودولتنا دي الان، حكام ديل عمر البشير وفلان 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 وكذا وكذا، ديل كفار ولا مسلمين؟ والله يا اخي انا شايف انا عمر البشير ده زول مسلم، لانه انا قريت في النشرة كان بيقطع، كان في النشرة 2018 زول قطعوا له يده، وكم كمان برضو قريت هنا كان بيقطعوا اليد. وهنا قال ابن تيمية: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. ليه بترت الكلام؟ قال فتحت الموقع ولقيت الكلام كله ما كله مبتور. أنا إذا أثبت لك أنه مبتور تعرف أنه الموقع ده ناس كذابين ومجرمة. دي الفتاوى، مجموع فتاوى ابن تيمية الجزء الثالث الصفحة 267-268. قال ابن تيمية هو ده الكلام سطور قبل الاخير، حتى لو دار تقرا انت براك ممكن تقرا. قال: والانسان، قرب بس عين، متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. اقرا طوالي. قال: وفي مثل هذا الموضوع ده نزل قوله على احد القولين: ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئكم الكافرون. اي دي شنو تفسير الكلام الفات؟ أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. وده انتهى الكلام. نعم فضل يا جماعة. أنا تايب يا جماعة، تاب والله تبت. السلام عليكم. شكرا جزيلا على الفرصة للنقاش. معليش يا جماعة أنا بس سجلت شبهتي الواقع أنا فيها. أنا يا جماعة واقع في شبهة حكم بغير الله، ونسأل الله يردني من الشبهة دي يا جماعة. معليش انتظروني شوي بس. طيب يا جماعة، انتوا عارفين حال الأمة الليلة. الليلة يا جماعة نحن ما عندنا جهاد، صح؟ في زول منكم خشى غزوة ولا مشى حرر له بلد ولا حاجة؟ ما في يا جماعة. خلاص معليش بس أنا مسجل الشبهات دي كلها. ابن باز: السؤال، هل نقول أن بعض الدول العربية المسلمة تحكم بغير القرآن فهل يرتكبون بذلك ذنبا ويدخلون في مذهب العلمانية؟ الجواب: الذي لا يحكم بالشريعة الإسلامية يعتبر كافرا، لأن من عطل الشريعة ورضي بالقوانين الوضعية وحكمها في رقاب الناس وأعمال الناس ومعاملتهم قد رضي بغير الشريعة. اعلموا أيها الأخوان أن الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلاهما بمعنى واحد. أسع مش بيقول لك في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والصفات والصفات من الصوفية دي المشركين في جزء منه، صح؟ ها نفس الشيء نحن الليلة عندنا دول عربية قاعد يخط لك الشريعة دي بس شنو؟ ومواضيع العائلات، يعني مثلا الطلاق وما الطلاق والمواريث بس، لكن تجي تسرق زول في دولتهم دي ما بيقطعوا ايدك، تمشي تزني في الشارع ما بيرجموك، تمشي تشرب خمر. أنا كنت عايش في الإمارات، في الخمر حلال بهناك على فكره، الناس بيشربوا عادي وعادي من هناك. هذا شنو يا جماعه؟ داسع ما شرك كونك تمشي تخوض شريعه الله، تخوض جزء هنا ده مواريث، تخوض جزء مواريث، تخوض جزء ثاني قانون غير حق الله. وننزل تحت ثاني. والشيخ محمد صالح المنجد قال برضو ابن عثيمين قال: تصريحه بان تشريع القوانين المخالفه لما انزل الله كفر اكبر، وقد ذكر مواضع في كثير. معليش انا حختصر ثاني بس تحت. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبونهم
يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله واسع عليم. وعد الله الذين آمنوكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون به شيئا. وفي حديث ثاني كمان: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني ها كلمة دينكم دي معناها شنو؟ كلمة دينكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ترك الجهاد ترك الدين، ده في الحديث هنا ده. والتبايع بالعينة ترك الدين برضو. والأولى من تبايع بالعينة الربا، لأنه زول الدلال بايع بالعينة ده أصله كان داري يطلع قروش الربا بس لكن ما قدر عليه، المهم بقى بايع بالدينة بالعينة. المهم أنا قررت أخلص. وقال ابن تيمية: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. ونحن اليوم عندنا ديمقراطية يا جماعة، في دولة إسلامية إلا شوية بس ما شغالة بالديمقراطية. الديمقراطية دي العلماء كتار أنكروا عليها، بس لكن أجيب لكم كلام عالم واحد قال هي كفر، الشيخ العلامة مقبل الوادعي. سؤاله: قال الديمقراطية في اليمن، ما هو رأيكم في الديمقراطية في اليمن؟ قال الديمقراطية كفر، لأن الله عز وجل قال: إن الملك إلا معلش بس هنا، إن الحكم إلا لله، وجاب ذكر أدلة كثيرة شديدة. معلش أنا دار أختصر. إذن بعد ده كل نحن أثبتنا على الحكام ديل كفار معظمهم، ما بيحكموا الشريعة. الحتة الآن كنت ساكن في الإمارات ما كان في قطع يدين ولا كان في جلد ولا بتاع، وأنا متأكد لو مشيت سوريا وحيث تبتلقى تانية. يلا يا جماعة، فرضاً وجدلاً نحن قلنا الحكام دي المسلمين، فرضاً وجدلاً أن الحكام دي المسلمين وما قاعدين يقيموا الجهاد زي ما أنتوا شايفين، الأقصى لسه تحت اليهود. إذا ما في فائدة نقول لازم الناس كلها تشتغل توحيد. أنا أحب التوحيد، وأنا يا جماعة عندي دقن وبنطلون زيكم وحب التوحيد. صوفيا دي المشركين، يعني ما يعني مذهبهم مشرك، بس ما في فائدة، لأنه حتى لو ربنا مسح الشرك من السودان والصوفية تابوا والأحزاب المدمرة البلد دي كلها اختفت، وبقى السودان زي السعودية توحيد بس، ما في شرك وما في أحزاب. برضو الله ما بيرفع عننا الذل لأنه ما في جهاد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث هناك ذكرت لكم قبل. إذن يا دعاة التوحيد ما تتعبوا ساي في بلاد زي السودان دي. الحل الوحيد للمسلمين اليوم لو عايزين العز أن تمشوا تجاهدوا تعملوا الفتحات الإسلامية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذل ما بيرفع عننا إلا نرجع للجهاد ونترك البيع بالعينة، والأولى منها أن نترك الربا، وده طبعا بيد الحكام ما بيدنا نحن، صح؟ خلاص ده كله فرضنا أن الحكام دي المسلمين فضلا وجلدا. والدليل على جواز تكوين جماعات جهادية أن الآية دي ذكرت عليكم فوق آيتين أنا ذكرتين، وقصة أبو جندل العاص بن سهيل وأبو بصير كونوا جماعة كانوا بغيروا على عير قريش، لأنه طبعا قصتهم مشهورة. والرسول صلى الله عليه وسلم هاجر والصحابة من المكة إلى المدينة، كان عارف أن التوحيد ده كان الناس كلهم بتسلم وكان في عز، ما كان هاجروا صح؟ بس لكن هاجروا. وسؤال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟ فأجاب: البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلاد إسلام وتجب الهجرة منها. عندي لسه على ما بدك فرصة ثانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طولنا جدا من مثل هذه المداخلات، ومعناه الجامعة دي ماشية كويس، بتصلوا مداخلات الصوفية قلت وبدأت تظهر مداخلات سرورية وكذا وكذا، انتقلنا من درجة الشرك إلى درجة أقل أو أخرى، معناه الدعوة دي ماشية كويس والله الذي لا إله غيره. ونحن من المنبر ده نشكر الله سبحانه وتعالى لأن الفضل بيده جل وعلا. وكثير من إخواننا من خارج هذه البلاد يتصلون بنا ويشكروننا، ولا فضل عندنا، وإنما الفضل بيد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. المداخل ده ذكر 13 نقل أو مسألة، وللأسف الشديد
ولو داير الحق نحن إن شاء الله بنفصل فيها ونذكرها جميعا، ولو داير غير الحق عليمه ربه، لكن هذا الكلام يكون رادعا له وتنتهي قصته. قال ابن باز رحمه الله تعالى ملخص كلامه عن مسألة الحاكمية وتكفير الحكام وعن مسألة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وآخر نقطة ختم بها أخطر نقطة، مسألة التوحيد والشرك والتزهيد في دعوة الناس إلى التوحيد وإلى محاربة الشرك. ذكر فتاوى جماعة العلماء باختصار شديد، الفتاوى دي عامة، ولو إنه السؤال بيقول بعض البلاد الإسلامية أو بعض البلاد اليوم أو كذا أو كذا، الفتاوى عامة، ما عين الشيخ بعينه يعني شخصا بعينه عالما حاكم من حاكما من الحكام. بدليل إن ابن باز رحمه الله في النقل نقله ذاته، احنا نجيب نقولاته هو، قال أول ما سئل ابن باز قال الذي يحكم بغير ما أنزل الله إن كان مستحلا أو مساويا أو مفضلا أو مفضلا فإنه يكفر إلى آخره. والذي ده يا جماعة في اللغة العربية اسمه اسم موصول، صح ولا ما صح؟ وأسماء الموصول من 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 ألفاظ شنو؟ العموم، وليست من ألفاظ التخصيص. قال الذي يحكم بغير ما أنزل الله، يبقى في نقطتين هنا. النقطة الأولى أنه استخدم ألفاظا عامة، الذي زي الفتوى البعدة قال وأما من شرع قانونا، اللي هي فتوى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. خلي باقي الفتوى تحت الكلام الأخير بتاع الشنقيطي خليه، بس كون الكلام يكون بالعموم. وأما من شرع قانونا دي برا يا جماعة أقيفوا معاه، ما عين حاكم بعينه، ما قال عمر البشير كافر، فيصل الملك فيصل كافر، منو ما بعرف من الحكام كافر، ما قال كذي، ولا الملك سلمان ولا غيره، وإنما قال الذي أو قال من كذا إلى آخر، دي ألفاظ عموم، دي نقطة. النقطة الثانية يا جماعة أن العلماء في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بيقولوا الحكم بغير ما أنزل الله الأصل إنه كفر دون كفر، الأصل إنه كفر دون كفر. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في تفسير ابن كثير رحمه الله لهذه الآية من سورة المائدة قال ونقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وعن ابن طاووس أن تفسير الآية أنه كفر دون كفر، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، ده الكلام بمعناه. طيب لأنه يا جماعة في الدين وفي النصوص مرات بتجي لفظة كفر، وما المقصود الكفر المخرج عن الملة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله شنو؟ كفر. وكون المسلم يقاتل مسلما هل كفر الكفر المخرج عن ملة الإسلام؟ وقع في ذنب كبير، لكن ما كفر كفر مخرج عن ملة الإسلام، لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين شنو؟ اقتتلوا، يبقى أثبت لنا الإيمان مع أنهم شنو؟ اقتتلوا. فما هي لفظة كفر بتجي في القرآن والسنة معناه كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام؟ مرات الحكم بغير ما أنزل الله بيكون كفرا أكبرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، زي المسائل اللي ذكرها الشيخ ابن باز هنا، ذكر ثلاثة. قال إذا ساوى حكم الله بحكم غير الله سبحانه وتعالى، قال الحكم بالقوانين الوضعية دي بدل السارق يقطعوا له يده يقوم يسجنوا ثلاثة شهور، بدل حكم الله يقطعوا له يده يسجنوا قانون وضعي ثلاثة شهور. الحكم بغير ما أنزل الله ده إذا سويته بالحكم بما أنزل الله ده كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. إذا فضلت زي ما ذكر المسألة الثانية، يعني قلت الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله ده كفر أكبر مخرج عن ملة شنو؟ الإسلام. إذا حللته استحللته قلت الحكم بغير ما أنزل الله حلال ما حرام، حلال. أما اللي بيقول حرام وحكم الله هو الواجب وهو الأفضل وما في غيره
ولكن أنا بحكم بالقوانين الوضعية دي، خايف على الكرسي بتاعي، خايف يطردوني، وخايف 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 من دول الغرب. ده ما كفر أكبر، لكن الزول الفعل الكلام ده من الحكام آثم عند الله وذنبه عظيم، وهو على خطر إذا لقي الله بهذا الأمر. لكن ما كافر كفر أكبر مخرج عن ملة شنو؟ الإسلام. وده ما تفسيرنا إحنا، ولا تفسير الجامية، ولا تفسير المداخل اللي بيسمون الناس هن، وإنما هو تفسير عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أفهم المسألة دي كويس. زول حاكم بيصلي وبيصوم وموحد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حكم بغير ما أنزل الله، ده ظالم وهو آثم عند الله، لكنه لا يكون كافرا كفرا مخرجا عن ملة الإسلام إلا إذا أحل أو كذا أو كذا. وقريب تزع مسائل ذكرت في كتاب الحكم بغير ما أنزل الله، وقدم له الشيخ محمد ابن حسن آل الشيخ من كبار هيئة العلماء. طيب، قال أنا كنت في الإمارات وهناك الزاني بيزني وما بيرجموه وشنو ما بعرف، وذاك بيسرق ما بيقطعوا لي يده، والخمر كذا وكذا وكذا، ذكر أشياء. نحن بنسأله الزول، لا، هل ناس الإمارات ديل مسلمين ولا كفار؟ حكام ديل، هل مسلمين ولا كفار؟ لو قلت مسلمين يبقى كلامك ده كله ما في داعي له، لأنه أنت قلت ما طبقوا الحدود وإنت كنت معاون في بلد. إذا قلت هم ما طبقوا الحدود وهم مسلمين، ما طبقوا الحدود، أركزوا معاك كويس، وهم مسلمين، يبقى كلامك ده كله ما في داعي له، لأنك إنت أثبتت لهم الإسلام وهم ما حكموا الشريعة. طيب، إذا قلت كفار، أنت قاعد في وسط الكفار وتتحاكم إلى الكفار، والله تعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون، أنت مبرود شنو؟ والله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أنت كيف تتحاكم إلى الطاغوت وتتحاكم إلى القوانين الطاغوتية وكذا وكذا؟ طيب، فنحن ده سؤال بنوجهه له، هل هم كفار وانت بعد كفرت معاهم وجيت أسلمت في السودان، ولا السودان برضو كفار برضو عشان تمرك تشوف دولة تانية، يمكن تمشي السعودية برضو قيادة المرأة كيف برضو هم كفار برضو، ولا كيف تقعد براك في جبل، ولا تسافر القمر مع الكفار ديلك، ولا كذا؟ جاوبنا، أنا بديك سؤال وانت جاوبنا عليه، هل هم كفار ولا مسلمين ما طبقوا الشريعة دي؟ معلش والله يا جماعة أنا نقاطي كلها اتقطعت، ده كله أنا بقصد الكلام أنه حكام لو كفار وما كفار، أنا كنت داير أقول تحت نحن لازم نعمل ونمشي نهاجر ونمشي نكون دولة برانا ونمشي نعمل جهاد في سبيل الله ونمشي نعمل فتوحات، لأن ده والله ده كله يعني أنا ما بهمني كفار ولا ما كفار، أنا كان السببين ديل كان نمشي نهاجر، وعندي الدليل، عندي دلائل والله، لو تخلينا أرد ما في مشكلة، لو داير أنت ما ذكرتها، أنت إذا ده ما بهمك الكلام ده، انت ذكرت قريب 13 مسألة اغلبيتها في مسألة الحاكمية، صح ولا ما صح يا جماعة؟ ونقل نقولات عن العلماء في بيان اقيف، ما انا دار اسألك لسه ما تم السؤال، معليش عشان احنا ممكن برضو نكون دولة اذا توفرت الشغلة، يعني نكون دولة ان شاء الله. ما هو يا شيخ الزول لا بيقرأ، أنا ما دي نقطة، جزاك الله خير الشيخ، لكن هو دي نقطة أنا بعدين داير أعلق عليها، هو بيقرأ والمشكلة بيقرأ غلط، يعني أنت كلامك ده ما نقلته من نقله لما انقرأ، هو بيقرأ غلط ومعرضا بيقرأ معرضا، أنا كتبتها، ما هو بيقرأ غلط، أنا داير القراءة غلط دي يعدله ويقرأ صح، ونحن ده نسأله فهمه، هما كتبوا لي كلام جابوا في الموبايل لسه ما دخل الكلام ده شنو، ما حفظه حفظا ويجي انقلوا، نقلوا من موبايل ومن الموبايل بيقرأ غلط معرضا، هذا كتبتها بالتجديد لما يشددوا الرب تبقى شنو معرضا، يبقى هو بيقرأ غلط، أنا دار استفصل منه، أنا أسأله سؤال مباشر، ما هو قرأ صح كفار وكذا، ولو فرضنا إنهم مسلمين لازم كلامه، بل كلامه الواضح غير أي لازم إنهم كفار، لكن إحنا ماذا نلزمه بكلامه ده؟ إنت الإمارات دي لما كنت فيها وما طبقوا الشريعة، حكام ذي الكفار
وانت اذا عاملت بقوانين لحد السفر سافرت بقوانينه، انت ما جيت بترلا من هناك، جيت بقوانينه ولا ما جيت بقوانينه؟ جيت بقوانينه، يبقى انت حكمت قوانين الكفار، يبقى انت كافر زيهم، صح ولا ما صح؟ انت لو كافر زيهم انت عن اسلامك هسي، ولو مسلم تعال نشوف انت قعدت في دولة الكفار كيف وهم مسلمين وهم كفار وكذا. انا داير اسالك هسي سؤال واضح بالراحه كده، الناس دي الكفار ولا مسلمين؟ حكام ديل باعيان فلان وفلان وفلان، كفار ولا مسلمين؟ والدوله اللي انت كنت قاعد فيها ودولتنا دي الان حكام ديل عمر البشير وفلان 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 وكذا وكذا، ديل كفار ولا مسلمين؟ والله يا اخي انا شايف عمر، شايف انا عمر البشير ده زول مسلم، لانه انا قريت في النشره كان بيقطع، كان في النشره 2018 زول قطعوا له يده، وكم كمان برضه قريت هنا كان بيقطعوا له يده، وهنا شنو؟ ما زنقت والله، انا هو قلت الحقيقه يا جماعه، انا لو وديتوني الفرصه الاول التيم نقاطي الاخيره دي التحت دي كان ممكن هنا. الامارات الله اعلم، ما بدخل في تكفير والله. بتاع الاسلام ده بتاع السودان ده مسلم. اي. ها بتاع الامارات كيف؟ والله ما بكفر ساي والله، ما بعرف الله اعلم، انا جيت اسالكم. انت ما قصدي ده اللي قلت، لان لو فرضنا انهم مسلمين وهم كفار. أو قالوا حكام كفار عديد. ما انا قلت داير اقول فرضا انهم كفار، داير فرضا انهم مسلمين، الحل في النهايه نمشي نهاجر، ده كان نقطتي تحت وكان عندي كل الادله في الموبايل على الكلام ده، وانت ما اديتني فرصه، والله قلت مستعجل، وده قال لي بسرعه، وده قاعد يقول لي أس عندي فرصه ارجع كلامي كله. لا نتم المساله دي، انت الان عندك حكام الامارات كفار ولا مسلمين؟ الله اعلم، ما ولا تفهم وليس لك به علم، الله اعلم. انت قبيل طيب قلت لي ايه ما طبقوا الشريعه وما وكذا وما طبقوا في الزاني وما الى اخره. طيب مطبقين الشريعه ولا مطبقينها؟ ها؟ مطبقينها؟ لا. طيب كفار مطبقين الشريعه وما اعرفهم كفار. انا عارفهم هم مطبقين الشريعه كامله. انا والله شوف انا زول يعني اقل طلبه طلب. ما اعرف. ما بدخل نفسي والله في متاهات والله. ما بدخل. فانا بس اتمنى بس من اخواني يدون فرصه تم النقاط الاخيره دي بس. طيب يا جماعة مش الكلام ده واضح؟ وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال في الفتاوى، قال وعلامة فساد المنهج التناقض، مما يتناقض الكلام ده يا جماعة دليل وعلامة على فساد شنو؟ المنهج، لقول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. زول بيجي بأصل وناقل نقولات وجايبها في موبايله على كفر حكام المسلمين او بعض حكام المسلمين، بأصل في المسألة تأصيل، وتجي تسأل تعيينا عمر البشير ما وقف، والزول متناقض الى الان بيتناقض، قال انا ما بخش في حاجات زي دي وما بقدر وكذا وكذا، مع انه هسه قبل شوية قال عمر البشير مسلم، دي قدرت على ليه؟ عشان انت قاعد في السودان يعني؟ ان كان في الامارات مرق منا مجازفة لياسي مجازفة الشغلة، قال انا ما بقدر أقول كذا وكذا، يا جماعة هذا كلام. طيب بعد شوية قام نمرة أربعة قال محمد صالح المنجد، ونقل عن محمد صالح المنجد، ده ما سلفي محمد صالح المنجد، قال محمد ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والسلف يا جماعة على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، سلف ذي الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، راجع كلام العلماء فيه كالشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. بعد شوية قام جاب نمرة خمسة، جاب نقل، أورد نقلا عن ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاوى ابن عثيمين، وفي نقولات لابن عثيمين غير دي، نزيدك نحن في نقولات غير دي، زي ما في شرحه لرياض الصالحين برضو نقل نقولات قريبة من ده، لكن يا جماعة ابن عثيمين بعد هذه النقولات عنده لقاءات تسمى لقاءات الباب المفتوح، في لقاءات الباب المفتوح فصل فيه والتفصيلات السلفية التي يذكرها أهل العلم في مصنفاتهم، إن الحكم بغير ما أنزل الله لو أن صاحبه استحل أو فضل أو ساوى أو بدل أو إلى آخره فإنه يكفر كفرا أكبر، أما إن كان يفعل هذا جاهلا أو باغيا أو ظالما وهو لا يستحيل إلى آخره فلا يكفر كفرا
أكبر مخرجا عن ملة الإسلام. طيب مشى قدامه يا جماعة، قال إذا كانت الحكومة تحكم بغير ما أنزل الله لا تسمى، وجاب برضو فتوى من الفتاوى إلى آخره الموجودة. سؤال سألوه العالم، إذا سألوه يا جماعة قال له في دولة بتحكم بما أنزل الله، الدولة دي مسلمة ولا ما مسلمة؟ الجواب شنو؟ تحكم بما أنزل الله. مسلمة ولا ما مسلمة؟ مسلمة. زول جا سألك قال لك في دولة لا تحكم بما أنزل الله، ده ما كلام بالعموم، قال لك لا تحكم بما أنزل الله، لا تحكم شرع الله، دي مسلمة ولا ما مسلمة؟ ما مسلمة، ده كلام عام. لكن لما تجي في التفصيل الدولة دي الحاكم مسلم ما مسلم إلى آخره، الأفراد بتاعنا مسلمين ولا ما مسلمين، الحكومة بتاعتها مسلمة ولا ما مسلم. لكن كلام عام دي ما بتحدد جبهة، لأن احنا الليلة لما نقول البدع غير الله ده شرك. لكن لو أسي زول عتر هنا عتر قال يا مكاشف بن كفر طوالي، يمكن مجنون زي ده سحاب ده الوجاي ده، يمكن مجنون زي الصارقيل ده، ده ما صارقيل سمى يوسري يوم ذاك صارقيل ولا سمى حاجة غير ده السحاب ده بيجاي، هذا ده ده هو النوع شنو الفاك كذا يوم ذاك قال مزمل ده مشرك، أنا دي ما سمعتها إلا من سحاب ده سحابه براو. لكن ماذا نشتت الكلام يا جماعة، زول عتر قال يا فلان يمكن جاهل يمكن مجنون يمكن مكره يمكن 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 من غيره من نحن حتى نقيم عليه الحجة وتتوفر الشروط وتنتفي الموانع بعد ذاك بنحكم عليه بعينه أنه شنو مشرك وكافر. أي بعد ذاك نمرة سبعة قال إذا تبايعتم بالعينة، ونقل نقلا عن الشوكاني من نيل الأوطار وغيره من النقولات. الحديث ذا يا جماعة فيه أربع أشياء، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالذرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وشغل الألباني عنده محاضرة كاملة فرغوها رسالة اسمها التصفية والتربية. الناس إذا دارين العز وإذا دارين الرفعة وإذا دارين الخير في الدنيا والآخرة لازم يصفوا الدين من الشركيات ومن البدع، ويصفوا الناس بمعنى انه يصفون من الصفات الرذيلة السيئة ويربون على الدين والتوحيد والسنة والخير. الحديث ده فيه وعيد من النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة، والعينة دي هنا دي العينة يا جماعة باختصار تجي لزول بتاع دكان تقول له أنا دار بضاعة، ينزل لك البضاعة يقول لك البضاعة دي بعشرة مليون بالدين بعشرة مليون، تقوم تقول له أنا رضيت بيع، يقوم يكتبها في الدفتر عشرة مليون، انت قبل ما تشيلها منه توديها السوق طوالي تقول له وانا دار ابيع عليك، وانت قبل ما دار بضاعة دار شنو دار قروش، تقول له انا ببيع عليك، يقول لك انا ما بشتريها الا بثمانية، يقوم يديك ثمانية وشيل البضاعة، فهمتوها؟ دي اهل عينة. اذا انت دائرة تكون جائزة تشيل البضاعة توديها لمحل بعيد ما عندها علاقة بتاع الدكان ده، محل ما عنده علاقة به، بعد ذاك شنو تبيع ان شاء الله بستة ما مشكلة، لكن تبيع لنفسي صاحب الدكان او تبيع لزول عنده علاقة به، ده الشيخ الفوزان وغيره من العلماء قالوا دي المحرمة ودي هل بتدخل شنو في العينة، وده تحايل على شرع الله سبحانه وتعالى، دي العينة. طيب رضيتم بالزرع يعني باريتوا الزراعة وخليتوا الدين جهاد والاشياء، اتبعتم اذناب البقر، الزراعة معاه شنو الرعي، تبعتم أذناب البقر ماشين وراء البقر وياهو بتاعين رعاية بقيتوا، وتركتم الجهاد، الجهاد معناه انكببتم على الدنيا وتركتم أمر الآخرة، طوالي بيجي الذل من الله سبحانه وتعالى، قال حتى ترجعوا إلى دينكم أي تطبقوا هذه الأمور الأربعة، يعني تطبقوا ضدها، ما تنشغلوا بالزراعة حتى تشغلكم عن الدين، ولا بالرعي ولا تتعاملوا بالعينة، وتطبقوا أحكام الجهاد وتقوموا بالجهاد، بعد ذاك الله بيجعل لكم العز.
ده الحديث اصلا ما فيه تكفير للمسلمين وكذا وكذا. طيب برضو ده ذكر كلام تيمية رحمه الله في ردة المبدل إلى آخره، وده يا جماعة كلام واضح. زول بيجيب له مسألة بيقول يا جماعة الزنا بدل ندي الصوت نديه 30، والثلاثين دي ما قانون وضعي حرام، الثلاثين ده حكم الله ذاته، بدل يعني زحل الحكم الله وجاب حكم تاني وبل نسبه إلى الله تعالى، ده يا جماعة ده كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. طيب آخر النقاط الذكرى قال انتوا بدل تنشغلوا، أو ده كلامه كذا يعني توحيد وشرك، الصوفية ده المشركين ما تم دقيقة الزول ده طوالي رجع قال منهج شركي، مش قال الكلام ده هنا؟ أول شيء قال المشركين، بعد شوية استدرك طوالي قال منهج شنو؟ معناه فرق بين المعين وفرق بين شنو؟ المنهج. انت فرقت في دي ليه؟ ما فرقت في الحكم بغير ما انزل الله؟ انا داير عارفك ليه ما فرقت؟ ولا قريت ساي ولا يا سبت؟ طيب بعدين قال يا جماعه انتوا شغالين توحيد وكذا، نحن دايرين العز، والعز بيكون بالجهاد والايات التي ذكرت وكلام الشيخ محمد ابن ابراهيم وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون الى اخر الايات. وأورد للأسف الشديد أو مما يتعجب منه المستمع أنه يورد نصوصا فيها الرد عليه، وده مع قاعدة قاعدة وخذها، أي صاحب باطل يجيب دليل صحيح من القرآن بتلقى الدليل ده فيه رد عليه. نحن نمسك ما ذكر مجموعة من الآيات، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قبل ما تمشي للجهاد ده قدام، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني، الزول المؤمن بيرتد عن دينه بشنو؟ مش بالكفر يا جماعة والشرك؟ طيب دعاء غير الله كفر ولا ما كفر؟ شرك ولا ما شرك؟ ردة ولا ما ردة؟ ردة. أنا إحنا هسي دارين إنك تدينا آية واضحة أو حديث واضح إنه المجاهد ده مرتد كافر بالله سبحانه وتعالى، زول مسلم وقام ما جاهد، الله لامه آية في القرآن في لوم أو في توبيخ إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلى آخر الآية، لكن دارين دليل واضح إنه الزول المسلم أو مؤمن وما جاهد ده مرتد كافر بالله سبحانه وتعالى. فيه عندك أنت دليل؟ عندك دليل؟ أها حتى ترجعوا إلى دينكم، معناه إذا ما فعلتوا الأشياء دي أنتوا كفار خارجين عن ملة الإسلام. الرجوع إلى الدين يا جماعة ما معناه في ألفاظ في القرآن وفي السنة، ما معناه الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره ووائقه، هذا هو المجرم في الفريق بتاع حرامي ومسري بتاع سرقة وكذا وكذا، جاره ما بيأمنوا، أو العكس، هل ده مرتد ولا مسلم وفاسق؟ مسلم وفاسق. لأن عندنا آيات يا جماعة بتثبت إنه الزول اللي بيدعو غير الله سبحانه وتعالى ده مرتد بر الإسلام، لقول الله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الكلام ده أنا جبته ليه؟ لأن الله تعالى قبل الجهاد ذكر مسألة الردة، قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني، بعد أثبت لهم الإيمان خوفهم من شنو؟ من الارتداد عن الدين. طيب وبعدين كونه
في بعض النصوص فيها انه لفظة مرتد او راجع او كذا. العلماء فصلوا في المسألة دي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض. قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان ملائكة في الحوض تضرب بعض الناس وهم اهل البدع تضربهم بالسياط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصيحابي اصيحابي، وفي رواية قال: اصحابي اصحابي، وفي رواية قال: امتي امتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت فتقول الملائكة: انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك، انهم غيروا وبدلوا، وفي رواية: لم يزالوا مرتدين من بعدك. قال ابن عثيمين: ليس في هذا حجة للروافض، فإن الصحابة إلى أن فارقوا الدنيا ما ارتدوا عن الدين. أفهم الكلام كويس، ما هي لفظة ذاته شنو بمعنى الردة. طيب، الآية الثانية اللي أوردها جماعة فيها رد عليه، قال تتكلم في التوحيد والشرك وكذا، وين موضوع الجهاد، وين الدولة الإسلامية إلى آخره، الناس دواعش يعني داعش. الله جماعة قال في القرآن، ودي آية أوردها هو نفسه، قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط شنو يا جماعة؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وده التوحيد اللي انت ما بيه. بعدين الجهاد ده ذاته، ما انت هسي الليلة وبختنا في المسألة دي نتكلم في التوحيد وفي الشرك والصوفية، ده احنا عارفينه المشركين، تاني رجعت قلت منهج شركي وكذا، وده ما موضوعك انت موضوع التصوف، ولا موضوعك موضوع التوحيد، موضوعك موضوع الجهاد، وانت ماسكه غلط. لأنه الجهاد ذاته الرسول عليه الصلاة والسلام سألوه، قالوا له: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لتكون كلمة الله العليا، كلمة الله شنو يا جماعة؟ التوحيد ذاته، لا إله إلا الله. ولا النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة، 13 سنة سل سيف أول شيء ولا دعا إلى التوحيد؟ دعا إلى التوحيد في وسط ناس ما كانوا بصلوا ولا بصوموا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. خلي في بلدنا دي نقطة. النقطة اللي بعدها، هل أخطر ترك الجهاد والتباطؤ وكذا والخذلان، ولا أخطر الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. النقطة الأخيرة ذكر الزول لا قال في جماعات، ولازم نعمل جماعات وجهادية زي بعض الصحابة وكذا، وجاب قصة شنو الجندل إلى آخره، هاي ابن جندل، وجاب القصة دي، وده يا جماعة ما فيها حجة، بل دي حجة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاهد الكفار في شنو، في عهد شنو الحديبية، وده عهد حتى الصحابي ده هو ذكره لمن جابوا للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام الكفار جو طالبوا به، هل الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا مش محلك وجاهد، ولا قال اقعد معانا ونحن بنجاهد، ولا ردوا للمشركين؟ ردوا للمشركين النبي عليه الصلاة والسلام وحافظ على العهد. دي ما حجة لك. بعدين الجهاد يا جماعة بكون ورا حاكم، الجهاد ما بكون ساي تمشي دار تسوي دولة براك انت ومعاك 15 انفار الى اخره، وانت بتقرا غلط، تسوي دولة كيف براك وانت ما قادر تميز، انت لياسي ما قادر تحدد انه ده الكفار ولا ما كفار، وبتعصي للتكفير بتعصي له، وانت ما قادر تحدد ذاته، تسوي دولة بياته، الدولة دي دايرة علماء ودايرة حكام ودايرة جيش ودايرة 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 ودايرة. بعدين انت في بلد اسلامي، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: من خرج على امامه قيد شبر فمات فميتة جاهلية، وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الامام جنة يقاتل من ورائه،
الجهاد ده ما هي سبع انفار بيقولوا جهاد وماشيين ساول لهم دوله براون دواعش ولا غيره. جهاد ده ورا حاكم، شكل القران ذاته بيدعوك انك تمشي ورا الحاكم. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا، هم نول بيقول لكم انفروا، الحاكم هو اللي بيعلن الجهاد. بعد ذاك انت شنو؟ بتجاهد. والا لو فتح الباب على مصراعي بكره في ناس بالشكل قبيلتين بيقولوا جهاد، ها قبيله ومعاه قبيله، جهاد في سبيل الله وشغله فوضى. انت بعد بكره بتجاهد فينا نحن في البلد دي، نحن مجاهدين في الصويتة بالحجه والبيان. انت بتجاهد شويه شنو؟ الكلام يطول، انا اكتفي بهذا القدر ونفتح فرصه. ولا اخونا شيخ مزمل عنده تعليق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، أخونا ده اللي تكلم قبل شوية صراحة كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية، وبتر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ونتمنى هو يكون قاعد، وذكر كلام ابن تيمية. شيخ أحمد رد في النقطة دي، لكن بس أنا أضيف في النقطة دي إضافة، إنه هذا الشاب كذب على ابن تيمية وبتر كلامه، وكل التكفيرين بيعملوا العملية دي من شيوخهم فوق، من شيوخهم فوق لحد أصغر واحد يمكن يكون الولد ده بيقطعوا كلام ابن تيمية. قال والإنسان، الناس اللي كانوا متابعين، متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، صحيح ولا ما صحيح؟ يلا الكلام ده نهايته ما هنا، الكلام ده عنده تمامة، تمامة بتوريك ابن تيمية قاصد بكافر مرتدا ده منو؟ منو؟ ليه بترت الكلام؟ قال فتحت الموقع ولقيت الكلام كله، ما كله مبتور. أنا إذا أثبت لك إنه مبتور، تعرف إنه الموقع ده ناس كذابين ومجارمة، إحنا الآن نعفيك من الكذب. إذا أثبت لك إنه ناس الموقع ده البتر وكلام ابن تيمية، تعرف إنه ناس الموقع ده هم الكذابين، صحيح ولا ما صحيح؟ جيب الكتاب، دي الفتاوى، مجموع فتاوى ابن تيمية، الجزء الثالث، الصفحة 267 268. كده امسك لك. الصفحة كم؟ 267 268. قال ابن تيمية وهذا الكلام سطور قبل الأخير، حتى لو قدرت تقرأ انت براك ممكن تقرا. قال والإنسان، قرب بس عين. قال والإنسان، دي مجموعة الفتاوى، ودي مجموعة الفتاوى الجزء كم؟ الثالث، الصفحة 267. قال والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. أقرأ طوالي. قال وفي مثل هذا الموضوع ده نزل قوله على أحد القولين، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون، أي دي جنو تفسير الكلام الفات، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله، وده انتهى الكلام. نعم. فناس الموقع ده يا جماعة ناس شنو؟ ناس كذابين. نحن ممكن نعفيك من حتة دي، لكن لابد يا أخونا، أنا ولا أقدر أديك نصيحة لوجه الله، لا أقدر نضحك فيك، لا أقدر نضحك فيك زول. شفت المواقع والحاجات اللي بتقروها دي بنزلوها ناس تكفيرين، وأنت قد تكون شاب متحمس للجهاد ودائر الإسلام يرجع تاني والدولة الإسلامية الأولى تعود مثلها أو قريب منها تاني والمسلمين ينتصروا، مش هو كده؟ ويتوسع وينتشر الإسلام. الناس اللي بتقرأ لهم ديل ما عندهم علاقة بالإسلام الصحيح الجميع والنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بيبتروا كلام العلماء عشان يوافقوا به هواهم. ده مثال الآن حي من الواقع، مثال حي من الواقع. شيخ أحمد رد لك في موضوع أبي جندل، وانت ذكرت ثاني موضوع ابي بصير برضو، الاثنين هي قصه ابو جندل وابو بصير قصه واحده جاءت في صحيح البخاري. لما سهيل بن عمرو جاء عمل صلح الحديبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لانه سهيل بن عمرو مشرك كافر، وبدات القصه كلها مشهوره عندكم. قال اكتب بسم الله، قال
بسم الله الرحمن الرحيم قال لا نعرف رحمانا ولا رحيما اكتب باسمك اللهم. ثاني قال اكتب من محمد رسول الله. قال لو نعلم أنك رسول الله لما قاتلناك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا تعلمون أني رسول الله ولكن اكتب من محمد بن عبد الله. والصلح بتاع الحديبية المشهور. بعد ذلك كان ببنود الصلح ثلاثة بنود. من بنود الشاهد في الأمر إنه لو واحد جاء من جهة المشركين من جهة ناس قريش مسلم كافر جاء يرجعوا النبي صلى الله عليه وسلم يرجعوا إذا جاء للنبي النبي يرجعوا لأهله يرجع لهم لو مسلم ولا كافر. ولو واحد جاء من هناك شنو النبي صلى الله عليه وسلم شنو يرجعوا وليس العكس. حتى عمر الخطاب قال ألسنا على الحق يا رسول الله ألست نبي الله إلى آخره. فقام جاء أبو جندل ده وجاء عذبوا المشركين عذاب شديد أثناء الصلح شغال ذاته جاء وقع طوالي في الوطاء معذب ومجرح وتعبان. فسهيل بن عمرو قال له إن أول ما تبدأ به يا محمد أن ترد إلينا هذا ده ترجع لأنه صلح تم صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم رجع له. حتى أبو جندل بيقول أتيتكم مسلما تردونني للمشركين إلى آخره. لكن ده وحي من الله سبحانه وتعالى وبسبب صلح الحديبية ده حصل الفتح المبين. ربنا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المبين في الآية دي ما فتح مكة. الصحيح إنه صلح شنو يا جماعة بسبب صلح الحديبية جاء الفتح المبين بسببه إنه الإسلام انتشر انتشار أكثر من ذي قبل بسبب هذا الصلح. بعد ذاك أبو بصير ده قام الجماعة الماسكين من المشركين قال للمشرك ده كده سيفك سيفك جميل وكذا مسكوا وقطعوا وشرد. ده ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان مع منه يا جماعة كان بر دولة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان ما تقول ده دليل على إنه يجوز أنت داخل دولة يحكم حاكم مسلم تقوم تاني تعمل لك جماعات شنو جهادية. أبو جندل كان بر أصلا سلموا للمشركين ومشى عمل العملية دي هناك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له جنود أو كان له أعوان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمل شيء كان قد يحصل بسبب حرب عمله هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه عمله هناك وبر دولة الإسلام عندهم هناك عند أهله. وطوال شرد مشى. بعد ذاك لحق به أبو بصير بيقوا اثنين أبو جندل وأبو بصير. وبقى أي واحد أسلم من المشركين أسلم بقى طوالي يمشي يلحق منه يلحق أبو جندل أو بصير. يعني بقوا فيه ثلاثة بقوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدولته في المدينة وبقوا فيه المشركين ديل كفار قريش وبقوا فيه جماعة بتاعين أبو جندل أو بصير قاعدين هناك تحت الجبل لا تابعين لناس مكة ناس قريش ولا تابعين لدولة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا هم مسلمين. بقوا براهم بغاد خلاص. يعني هم ما طلعوا من دولة النبي صلى الله عليه وسلم والدولة الإسلامية وعملوا لهم جماعة هم ما خشوا فيها أصلا لأنه الصلح منعوا منه شنو إنه يخشوا هنا دولة المدينة. فلما عملوا كده بقوا أي عير لقريش ماشى الشام أو جاي من الشام شايل بضاعة بقوا يقصوا رقاب الكفار ويشيلوا البضاعة. قام طوال كفار قريش جلوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا أخي الصلح ده دايرين ننتهي منه براهم. وأنزل الله عز وجل في ذلك آيات تتلى إلى يوم القيامة. ده الموضوع. فدل ما كانوا أصلا تحت دولة النبي عليه الصلاة والسلام أساسا لأنه ما كان يحق لهم يمشوا ذاته حسب صلحنا يا جماعة الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الإمام إنما أداة حصر تثبت الصفة للمذكور وتنفي عما عداه. إنما الإمام يعني الحاكم جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. من ورائه دي كده بسروا لنا يا جماعة من ورائه ممكن تكون من قدامه هي من ورائه ممكن تكون من قدامه. إذن أي جهاد إسلامي صحيح لابد يكون من وراء منه الحاكم ما ممكن يكون من قدامه. يعني ما ممكن نحن نعمل جماعة جهادية بدون علم شنو الحاكم زي ما قاعد يعملوا التنظيمات الآن داعش جبهة النصرة تنظيم القاعدة واحد فيها نجح ماف واحد فيها نجح ماف. آخر تجربة داعش ياخد الكتلوا المسلمين صاروخ واحد ما فكوه على اليهود. أنا بتحدى أي زول بناصر دولة داعش دي يوريني صاروخ شنو نبلة فكوته والله نبلة فكوته يا إسرائيل لاقاكم يا جماعة.
ده ما بخلي زول مش يشك، يخلي زول يتيقن انه جماعة ذيل اصلا شغلتهم مع اليهود. مشوا قتلوا المسلمين في سوريا وفي العراق وفي الشام وين، وسبوا النساء المسلمات يهددوك بالكلاش يشيلوا بنتك، يقول لك هذا جهاد النكاح الله اكبر ولله الحمد، سووا بنتك يمشوا. ده دين يا ناس، ده دين. وبنات طلع من هنا ومن هناك، واحدة تطلع عمرها 17 سنة تمشي هناك تجراج عشان لا جنى، تجبتي من وين؟ من جهاد النكاح. ده زنا يا ناس، زنا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. والحديث صحيح في مسند الإمام أحمد وهو في السلسلة صحيح. وأيضا عند أبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فده ما نكاح، ما زواج شرعي، ده زنا اللي بيعملون ناس داعش والجماعات التكفيرية الإرهابية دي. فأنا برسل رسالة لجميع الشباب التنظيم والأخونا ده برضو، التنظيمات يا جماعة تنظيمات والله ضالة، ما عندها أي علاقة بالمنهج الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلننتبه إلى هذا. صح عندكم حماس للجهاد، عندنا حماس إنه الدولة الإسلامية ترجع، عندنا عندنا الإسلام ينتشر، لكن ده ما بينتشر إلا إذا سلكنا سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تفضل يا جماعة. أنا تايب يا جماعة، تاب والله تبت. بس آخر بس الآية بس، ما والله ما دار الرد على نقاطك هنا، كل كلام جميل جدا والله، أنا ما عندي ولا رد. بس آخر نقطة بس يا ريت نتفق عليها بس، نقطة واحدة مش كده؟ هاي نقطة واحدة والله، آخر نقطة. هاي طيب يا جماعة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. طيب الله وعد أنه حيكون في قوم يجاهدوا في سبيل الله، وينهم يا شيخ؟ دي نقطة مهمة والله، أنا المفروض يتكلم عنها نسيتها، جزاك الله خير للتنبيه. الجهاد يا جماعة هو ذروة سنام الإسلام. يعني شنو ذروة سنام الإسلام؟ السنام ده أصلا حق الجمل، البعير، البعير عنده سنام فوق مش كده؟ ذروة السنام، ويقال ذروة، ذروة السنام ده الفوق، السنام ذاته أعلى والفوق دي ده الذروة بتاعت السنام، أعلى السنام. طيب في جمل بيقوم بدون سنام؟ في جمل بيقوم بسنام بدون رجلين؟ ما في. في سنام وذروة السنام بيقوم بدون باقي الجمل ورجلين ورقبته واذنين وراسه؟ في؟ ما في. كذلك الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الجهاد ذروة أو ذروة سنام الإسلام، معناه تشبه الجهاد بشنو؟ الإسلام بشنو؟ ببعير كبير. والجهاد شبهه بذروة السنام بتاع البعير ده بتاع الجمل. طيب الجمل ما عنده ذروة السنام فوق بس، عنده باقي حاجات تانية هم من الفوق دي ذات، وهي شايل الفوق، شايل السنام وشايل الذروة، صحيح؟ طيب في حاجات تعيد هم الأساس اللي هو شنو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب. أهل كتاب عندهم علم، أهل كتاب لأنه ربنا نزل لهم كتب، معناته عندهم علم. رغم أنه عندهم علم قال لهم: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن شنو يا جماعة؟ يوحدوا الله. دي أول حاجة، أول، قال أول قبل الجهاد وقبل ذروة السنام، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شنو يا جماعة؟ أن يوحدوا الله. فالناس الزول الدار جاهد وينتصر لابد أول حاجة يبدأ بالتوحيد، وباقي أركان الإسلام فأعلمهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج. إذا الأمة وحدت أو طائفة من الأمة، ما شرط كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاهد في بدر ما كانوا ناس مكة كلهم آمنوا، صحيح ولا ما صحيح؟ فطائفة تستطيع الجهاد وحدوا الله، تمام، ما أشركوا بالله عز وجل وقاموا بالواجبات وكان عليهم إمام مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فإذا وحدوا وأتوا بباقي أركان الإسلام إذا جاهدوا الله بينصرهم. ربنا قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط شنو؟ ده ما الجهاد، دي الخلافة ذاتها، وليستخلفنهم، دي الخلافة. أه الله قال شنو؟ داير شرطي واحد،
يعبدونني ولا شنو؟ ولا يشركون بي شيئا. ده موضوعنا اللي احنا قعدنا ندندن حوله. افراد الله بالعباده اللي هو التوحيد، توحيد الالوهيه، لانه ده فيه الاشكال الكبير. لا يشركون بي شيئا، هو محاربتنا لدعاة الشرك من الصوفيه ومن الشيعه ومن غيرهم ومن غيرهم ومن غيرهم. فدي اول خطوه للجهاد. لكن الليله يا اخي الفاضل، لو لاحظت الجماعات اللي بتقول هي جهاديه دي ما بتعلم الناس اصلا العقيده والتوحيد، ولا بتنهاهم عن الشرك يا اخواننا، عشان كده ما قاعدين ينتصروا اصلا. ولا جماعه من الجماعات اللي قامت، ما في واحده انتصرت كده دي ونشرت الاسلام بالصوره اللي احنا دايرينها كما وعد الله في الايه اللي انت تليتها وفي الايات اللي احنا تليناها. ما حصل ليه؟ مع انه ربنا وعد، ربنا قال يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فربنا ما نصرنا ليه؟ لانه ما قمنا بواجب الدعوه الى التوحيد والنهي عن شنو يا جماعه؟ عن الشرك. اما الجهاد ده اخي ذروه سنه من الاسلام. الجهاد الشهيد عنده 72 حوريه من الحور العين. الشهيد يؤمن من الفتان، واشياء كثيره جدا جدا ما نقدر نحصر الان. لكن الجهاد طالما هو من الدين ما ممكن يكون طلقيبة ساكت، لا يمكن يكون كده. ممكن؟ ما ممكن. الصلاة دي عندها شروط وعندها واجبات وعندها أركان وعندها مستحبات وسنن، صحيح ولا ما صحيح؟ زول لو ما توضأ وصلى 1000 ركعة الله بيقبلها؟ ما بيقبلها، لأنه الوضوء ده من شروط الصلاة. زول لو ما اتجه للقبلة وهو يعلمها أو دي القبلة بيجاي وقبل عكس، لكن يتوضأ تمام وحافظ القرآن، عنده صلاة؟ ما عنده صلاة، لأنه ما حقق الشرط ده. وكذلك ستر العورة، زول لو صلى وانفك وساكت الله بيقبل منه؟ زي الشيخ العريان بتاع الصوفية في طبقات الشعراني، هو ده مش صلى عريان، ده خطب الجمعة ذاته عريان. والمنبر انت خد في بالك، اتخيل معايا المنظر، المنبر ده بيكون مقنطر فوق، المنبر ما ماتعي عريان مرة واحد. ها عليك الذين نجاهد بهم وين؟ نمرق بهم وين ذات؟ نوديهم وين ذيل؟ هسه ذيل دار يغلبون اليهود؟ يا اخي اليهود قالوا عزير ابن الله واحد بس عرفته؟ قالوا واحد بس عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح هو الله وفي روايه المسيح ابن الله وكله باطل. صح ولا ما صح؟ ذيل التجانيه قالوا شيخهم ده الله. القادريه قال لهم لا لا لا، انا الواحد الفرد الكبير بذاتي، انا الواصف الموصوف شيخ طريقتي. البرانية قال لا 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 لا، جبريل ميكال إسراف وعزراء جنودي في التصريف هم تحت إمرتي، أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، أنا الله هنا والله هناك. إذا الأرض مدت والسماوات حقتي، ربنا ما قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ده قال لا ده أنا ذاته، أنا الحق في الدنيا. ده محمد عثمان عبد البرهاني الحلفاوي قال أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. بتاع التجانية قال لا لا أنا عندي كلام تاني جديد بن، شنو يا مرضان؟ قال أنا عندي كلام حقي أنا أفضل من كلام الله 5999 مرة. قال لو قريت صلاة الفاتح نجرة من راسه براو، لو قريت مرة زي قريت القرآن 6000 مرة، معناته أفضل من القرآن كم؟ 5999 مرة. ديل اها انت جايد بهم توديهم وين؟ وهسا ياتوا خير ذات نجايد منو؟ ديل قالوا براو عيسى، ديل التجانيه قالوا حقنا الله، القادريه قالوا حقنا الله، الختميه قال انا الجليس، هو ده الكتاب النور البراق الصفحه 125 هو ده، قال انا الجليس، هو ده انا الجليس بيجاي، انا الجليس على العرش المحيط كما احط بالغيب تفصيلا واجمالي. هاي تدار جهاد هسه اليهود قالوا نحن جالس على العرش؟ والله ما سمعناهم. ده اللي قالوا فيه. فيا ناس الموضوع ده هو داير بيان وداير توضيح. الناس وحدوا، ما تستعجل. الناس وحدوا بعد ذاك الجهاد بيجيك براه والله الا تابعوا. انت قال الجهاد ده ما في؟ جهاد موجود والى قيام الساعه، والبنكر الجهاد كافر. لازم تعرف المعلومه دي، لانه ده اصلي من اصول الدين. ربنا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. فالجهاد موجود يا ناس، لكن الجهاد عنده شروط كما أن للصلاة شروط، الوضوء، استقبال القبلة، ستر العورة، النية إلى آخره، كما أن للصيام شروط، كما أن للحج شروط، كما أن للزكاة شروط.
كذلك الجهاد عنده شنو؟ شروط. ربنا قال وأعدوا لهم، ده شرط من شروط الجهاد. يا أخي 13 سنة في مكة المسلمين بيعذبوا، بلال بيعذب في رمضة مكة، مولاة أم أنمار بتحمل حديد لحد ما يبقى حمار. بلال قال رضي الله عنه فوالله لا يطفئ حمأ النار إلا ودك، يعني شحم ظهري. يقول يا رسول الله ألا تأذن لنا بالجهاد؟ قال لهم اصبروا اصبروا. ليه؟ لأنه في شرط، هنا في شرط وأعدوا له. وينو أسوى أعدوا له؟ وينو دال هيا بنا جهاد جهاد؟ ما في أحد، ما في أحد. طلعوا ناس سوريا على الحاكم بتاعهم ده، يا أخي كافر، ها قول كافر، طلعوا عليه كله، صح ولا ما صح؟ ما هي النتيجة؟ أنا بسألكم ما هي النتيجة يا ناس؟ شعبي سوري مسكين غلبان، عرفته؟ طلعوا ناس القرضاوي، قرضاوي قاعد ثروته أكثر من 5 مليار دولار. وين الجهاد بتاعك يا مجرم؟ أنت ليه ما جاهدت؟ الرسول ما كان بيطلع قدام صلى الله عليه وسلم، قدام هنا قدام والناس كلها وراه. صحابة قالوا إن الشجاع منا للذي يتقي برسول الله من وراء، ده أشجع واحد قال. يعني الرسول كان وين صلى الله عليه وسلم؟ كان قدام، انت قاعد ثروة 5 مليار دولار وتقول للشعب السوري المسكين الفقير، تقول لهم هيا بنا اخرجوا. اها خرجوا، خرجوا، فكشف العالم جميعا انه الدعاوى بتاعت الاخوان المسلمين، والاخوان المسلمين عملوا تنظيمات سموها جهاديه ما عندها علاقه بالجهاد الصحيح ابدا، ده شغل بتاع يهود. اكتشف الناس المسلمين جميعا انه الاخوان المسلمين ده الخونه للامه الاسلاميه، وهم السبب في قتل جميع واغتصاب البنات المسلمات في هذه الثورات المزعومة. واحد شيخ أخو مسلم عمل فيها جهادي جابوه، ما شفته؟ قال أنا ما عندي مشكلة إنه يموت 3 مليون إنسان حتى تنجح الثورة. هذا البشر يا ناس شيوخ بيدقون بيدقون وعاملين فيها شيوخ ومطبقين السنة، وهم أبعد الناس عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة. فانتبهوا ناس، ما كل مرة زول يدوك فينا مقلب الجهاد وهيا بنا يقوم يخش الفيلا، لا هيا بنا راك انت يطلع كده يخش بيجي يخش جوا، اطلع برا معانا. فده زي التنظيمات العلمانية دي يا اخي، في اي جامعة نمشي قول لنا انتوا سلفيين ما قاعد تخرجوا على الحاكم، راك اكون نقلب القصر الجمهوري، نحن اصلا ما حنمر طالما الحاكم مسلم ابدا، انها هنا قاعدون قاعدين بس هنا. انت دار تمرق، انت دار تمرق هذا الشارع وداك القصر في شارع النيل، أمرق أمرق شوعين وحزب أمة أمرقوا، ولا بيقدر يمرق ولا بيقدر يمرق. ناس خوافين يا أخي، ناس خوافين وناس دجالين وناس مجرمين. عشان كده علي بن أبي طالب لخص الحكاية دي، حكاية الخوارج دي كلها، قال الشعارات دي كلها قال يريدون الدنيا. دايرين شنو يا جماعة؟ الدنيا دي خلاصة، ما تتخدعوا يا ناس، اتعلم دينك. هسي معلش يا ولدنا، أنت كنت بتقرأ آيات من التلفون، يعني معليش الآيات كلها تقريبا قريتها شنو غلط من التلفون، هل بالطريقة الزول يقدر يجاهد؟ الزول يتعلم دينه، والزول أكيد إذا بيقرأ القرآن غلط معناته بيفهموا شنو غلط، ما بيفهموا صح. وإنسان لا فيه قرآن لا سنة لا يمكن، لا يمكن يقول أنا حارفع شعار الإسلام وراية الإسلام خفاقة عالية، لا يمكن، ده بالعقل ما بيستقيم، لأنه قالوا من جهل شيئا عاداه. فإنت تعلم الدين بعدك الجهاد والله بيجيك، وأنجد له بعدها بيجي جهاز صحيح 100%. وهو ده الناس مش جاهدوا في اليمن ضد الشيعة والحكام المسلمين أزين لهم، ده جهاز صحيح. أنا هسه أي زول داير جهاد بندعوه يمرق، أهو ده مشي البشير ده بيسمح لك لأنه سمح للغوات مشت، دربوك شهرين ثلاثة حسب نجاتك، طوال أركب طيارة وتوكل، هو ده جهاد قاعد منو القفل الجهاد؟ ده ما جهاز صحيح، أمشوا. فيا ناس الشغلة ما حماسها، الشغلة أنت تتعلم وتبين للناس العقيدة والتوحيد. الناس وحدوا بعد الله بينصرنا زي ما وعدنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جزاكم الله خير.